السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نشوفوا أول ظهور أو أول خروج إعلامي الأم ديال الشاب اللي بان في فيديو وتقاته كاميرا تيجريسي واحد السيدة هي وليدات ديالها. هذا الفيديو صراحة اللي ألمنا كاملين، ما راه عاش لدوك الوليدات اللي مع السيدة وهي كترغب فيه. فالوليد كما شفتو صغير ربما عنده 5 سنين هرب مسكين، ما عرفناش المآل ديالو، وهذاك الصغير اللي في الكروسة تيبكي وتيشوف الام ديالو، وهذاك المجرم جالس يتجابد معاه على الساك وهز عليها سيف لا حول ولا قوة الا بالله. غادي نسمعوا التصريح ديال الام اللي كتنفي بان هذاك راه ولدها. تضرب الخميس وبات في السبيطار، نهار الجمعة مع الصباح دار العملية. السيدة وقع لها المشكل مع الصباح، نهار الجمعة مع الصباح مع 8 قالت. وانا هادشي اللي تيقولوا الناس في الفيسبوك راه ماشي ولدي، انا راه خرجت بهادشي ديال اللي تيقولوا الناس على ولدي، راه ماشي ولدي، راه ماشي ولدي، ويحقوا كيما بغاو، راه ماشي ولدي غير يحقوا. كما سمعتوا اخواني اخواتي، فالام كتنفي تماما بان هذاك اللي بان في الكاميرا راه ماشي ولدها، وغادي تبان الحقيقه مع الاعتراف ديال السيده، هي غادي تعرف عليه واش هو ولا ماشي هو. وكذلك رجال الامن غادي يكبروا الصوره ديال هذاك الشاب اللي في الكاميرا، وغادي يتاكدوا واش هو ولا ماشي هو، لان ماشي غير جاو ولقاو عليه القبض كون ما تاكدوش مزيان بان راه هو. والسيده كما او سمعتو كتقول بان راه مبلي، واللي مبلي يقدر يدير اي حاجه. فالله يدير شي توبه الخير والله ياخذ الحق في الظالمين.